حسين والثوب مجدك يا حسين. في البدء لابد من بعض كلمات يجب أن تقال صراحة. يعني أنا يوم عرض علي عنوان من العناوين لأقوم بمحاضرة في مولد سبط الرسول الإمام الحسين عليه السلام، اخترت عنوان بموضوع عالمية الإمام الحسين في الطوائف والأديان عامة. يعني العنوان بحد ذاته له ارتباط وثيق بين الحضارات. الحضارات قرأ فكرة الحسين عليه السلام بأنه هو ليس فقط أنه ابن رسول أو حفيده أو هو للمسلمين فقط، وإنما رأوا أنه مثلا إمام حسين عليه السلام إذا تمثلوا به في كل قضاياهم سوف يكون هناك انكعاس مهم جدا في حرية الإنسان، في كيف مثلا يمكن الإنسان أن يقف ضد الظالمين وينصر المظلم، في كيف مثلا يمكن للقيادي كالإمام حسين أن يضحي نفسه وأبنائه وعائلته لأجل ماذا؟ لو كان يريد الملك فهو ملك لأنه ابن رسول، لو كان يريد الجاه فهو عنده. حتى هؤلاء الذين حاربوا قالوا إذا تريد أموال نحن نوتك، إذا تريد درجة فأنت ابن رسول الله. لكن رأى أن كل هذا مع بقاء مع هؤلاء فهذه ظلمة وظلة لكل إنسان منصف، لذلك هو آتى هؤلاء الدرس لكي يبقى خالدة في تاريخ الأمم. لذلك نرى أن الإمام الحسين عليه السلام حي وفكرته وثقافته وتعاليمه واسمه باق إلى يوم القيامة، ولذلك صار مثلا نقطة أيضا توجه لسائر الحضارات لأنه في حقيقة يأخذون منه العبر والدروس، ولذلك فهم يتوجهون إليه في كل زمان وفي كل مكان. الحسين حضارة بيتم معنى الكلمة، ظلت تؤثر في المسار البشري وإلى يومنا هذا ما زالت القراءات وما زالت الدراسات تتتابع حول سيرة الإمام الحسين. وأنا أقول ما أحوجنا في العالم العربي أن نجمع ما قيل عربيا عن الحسين وأن نجمع ما قيل غربيا عن الحسين، ستتقاطع ما قيل في العالم العربي مع ما قيل في الغرب لنكتشف أن الحسين عليه السلام أدهش كل العقول، أدهش العقل الإنساني المجرد عن الأيديولوجيا، وأدهش العقل العربي الإسلامي المنتمي إلى المرجعية الإسلامية في دائرة الأنثروبولوجية الإسلامية، دائرة الثقافة الإسلامية. إن رجلا يهز كل العقول وعندما يتجرد العقل يكتشف أنه أمام عملاق، هذا رجل يستحق التحية، يستحق أن نتوقف عنده مليا. أما الشيء الذي هزني عندما قال لي أحد الأصحاب الذين رافقوني، قالوا لي أنت عرفت وين واقف هون؟ قلت له إيه، شو هذا؟ قال لي هنا قطع رأس الحسين. قلت له بلا ما تقول لي، شو بدك فيه؟ شوي بكيت لحالي، ما أنا بشارك بالعزاء بعاشوراء كل يوم بمحل، ما أنا انطلقت وكتبت بانفتاح. لذلك أنا وشيوخ وأصحاب الفضيلة أكثر من تلاحم بيننا، فالعشرة أيام أكون
كل مرة في بيت لنقيم عزاء على الحسين. قلت لك تمثل قدامي، فت لجوا لقيت الناس عم يتبركوا منه مثل ما شفت الناس عم تتبرك من سيد الأئمة أمير البلاغة الإمام علي بن أبي طالب. اللهم أن علينا يكون ببركة الحسين وثقافة الدين الإسلامي وغير الإسلامي، الحمد لله ثقافته مؤمم في الإسلام وغير الإسلام، كما شاهدنا أنهم كل المسلمين في خطاباتهم وغير المسلمين في خطاباتهم كل واحد تظن حتى تظن يعني غير المسلمين يعني أشرف إمام الحسين. وإمام الحسين ينظر ويرى شخصية كل إنسان وحيثية وكرامة منهدمة ختمة، ويريد إعادة الشخصية وكرامة للإنسان، ومن ثم قام وجاء بكربلاء واستشهد لكي اعطاء الوعي لكل الإنسان والحرية، حرية من حيث الفكرية والسياسية وعقيدية. لهذا هو يقول في يوم عاشوراء: يا شيعة على أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين ولا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. فالإمام الحسين بهذا الإعلان ركز أيضا على مفهوم الحرية، أن الإنسان يكون حرا لا يكون عبدا لغيره. هذه مبادئ عامة، وهذه المبادئ العامة يتفق عليها البشر، ولذلك نجد أن جميع أصحاب الأديان أصحاب الثقافات المختلفة قد انجذبوا للإمام الحسين عليه السلام. من هنا كان الإمام الحسين يمثل لكل الحضارات ولكل الشعوب قمة التضحية وقمة الجهاد من أجل الحرية ومن أجل الكرامة الإنسانية ومن أجل إحقاق الحق وإقامة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. هذه السعة التي امتلكتها شخصية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي يمكن أن نعبر عنها بالسعة الإنسانية، هذه السعة الإنسانية أعطت إلى الحسين عليه السلام القابلية إلى أن يكون نقطة تتمحور حولها العديد من مشاريع الإصلاح في العالم. لذلك يعني عندما نقول بأن الإمام الحسين عليه السلام فيه بعدا إنسانيا ويمتلك بعدا إنسانيا، هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أنه يمكن لكل الأمم ولكل الشعوب مهما اختلفت حضاراته ومهما اختلفت انتماءاته أن تستفيد من الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. عندما وقف غاندي في كتابه وتحدث عن مذكراته الإنسانية وثورته ضد البريطانيين في شبه الجزيرة الهندية، حينما قال كلمته المشهورة التي اختزل فيها قضية الإمام الحسين عليه السلام، وربما كان يعرف نكاتا خاصة ومتميزة لقضية الإمام الحسين، حينما قال:
إني تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. هذا غاندي الذي لم يكن يؤمن بقضية يؤمن بالإمام الحسين كمفهوم عقدي، ولكنه كان يؤمن به ضمن منظور إنساني وثوري، استطاع من خلاله أن يستلهم هذا العبر وهذا الدرس الفريد الذي انتهجه الإمام الحسين يوم كربلاء، واستطاع من خلاله المهاتما غاندي أن يغير قارة برمتها ويغير حال أمة بتغيير واقعهم المأساوي والثورة ضد الظلم والنصر والظفرة بحياتهم الإنسانية. في الفكر الشيوعي، في الفكر الماركسي، في كل يعني المجالات الفكرية والعقائد الدينية التي وجدت الآن ووجدت سابقا، نجد بأن الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه موجود. الإمام الحسين يمثل نموذجاً للتضحية ونموذجاً للفداء ونموذجاً للشمعة التي تحرق نفسها لتضيء الآخرين وتنير الدرب للآخرين. فكما يقول: إذا كان الإسلام لا يستقيم إلا بموتي فيا سيوف خذوني، فيا سيوف خذيني. وأذكر هنا أيضاً بالخوري أو الراهب إذا بدك، بالراهب الذي تحدث إلى الحسين عليه السلام يوم قال له، طرق الباب، حمل عصاه وقال له: يا بني أخاف عليك غدا بأن تكون شهيدا، أرجو من الله أن يفسح لي المكان لأكون هنا حتى أفتديك بدمي، أريد أن أفديك، فأنت من عظماء الجنة، أنت من ملائكة الجنة، كيف يضحى بك يا بني؟ وذهب وكان في اليوم الثاني أن استشهد الحسين، وكانت لمعة سماوية، كانت لمعة ملائكية استقبلته للحسين عليه السلام. يعني بالنسبة للحضارة مع الإمام الحسين عليه السلام، يعني حس بالعالم نحن بالصين أكو كتابة باللغة الصينية أو موقع رسمية باللغة الصينية أيضا عن تاريخ الإمام الحسين عليه السلام والأفعالها، وكيف اللي مقتول في هذا المكان المقدس الآن كربلاء المقدسة. فنحن يعني تعلمنا من عنده، ونحن مسلمين أو غير مسلمين أو صينيين أو غير صينيين، يعني عالمين، فيعرف هذا الشخصيته. لأن الرهبان ولأن الأخلاق ولأن الصفات الكثيرة التي تمتاز بالقديسين هي موجودة فيه، فلذلك أنا أقول وأنت تقول وجميعنا يقول إن الحسين في ذهابه كان سيداً من أسياد الشهداء في الجنة، واليوم الحسين ينظر إلينا من فوق. قضية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ها إلى آخر الآية، ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل، يعني مع بني نجران. وهناك شخص من كبار هؤلاء اليهود رأى الرسول جاء وعلي معه سيدة فاطمة والحسن والحسين، وهو قال: ما باهل قوم هذا ومعه هذه الوجوه إلا أهلكهم الله جميعا. إذن فهذا الراحب، فهذا الشخص، فهذا صاحب القبيلة كان يعرف أنه إذا تباحلوا مع رسول الله بوجود الحسن والحسين، من أين أعرف هذا؟
عرفه بوصفهم بأوصافهم في القرآن ومرتبتهم في كتبهم ومنزلتهم في كتبهم. لذلك صار نقطة لاتفاق لجميع الحضارات ولجميع الأطياف الإلهية. الحسين صدقا أكبر من كل الكلمات، الحسين أكبر من كل الشعر ومن كل النثر، أكبر من كل القواميس اللغوية التي برع العرب في وضعها. الحسين هو كلمة الخلود، الحسين هو كلمة الوجدان، الحسين هو الدموع الحارة المنسكبة. Parishan